ينضم إلينا من مارسيليا مراسل القاهرة الإخبارية خالد شقير. بعد التحية خالد، يعني صف لنا آخر التطورات والوضع في فرنسا في ضوء ما تشهد اليوم من مظاهرات احتجاجية على قانون سن التقاعد. نعم رغدة، بعد التحية، تشهد المدن الفرنسية الموجة العاشرة لهذه الإضرابات والاحتجاجات والتي دعت إليها نقابات العمالية بفرنسا. أنا أحدثك من منطقة الميناء القديم ومن خلف بلدية مارسيليا، حيث بدأت تتوافد المئات والعشرات والألوف إلى هذه التظاهرة في المدينة الثانية. بدأت أيضا منذ صباح هذا اليوم في عدة مدن أخرى، منها مدينة كون وغيرها من المدن الفرنسية، ونيس وغيرها. في العاصمة الفرنسية ستبدأ التظاهرة في تمام الثانية بتوقيت باريس والقاهرة، حيث أن فرنسا الآن أصبحت في التوقيت الصيفي وأصبح توقيت باريس هو توقيت القاهرة. إذن هذه التظاهرة ينظر إليها رغدة بكثير من الخشية والخوف والحذر من اندلاع بعض من الأعمال العنف في نهاية هذه التظاهرات بعد انضمام الفئة الشبابية. ولهذا وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت عن تجيش 13,000 جندي ودركي لمتابعة هذه التظاهرات التي يبدو أنها ستكون حاسمة ليس فقط في مدينة باريس ولكن في المدن الفرنسية. مدينة باريس تشهد أيضا 5,500 جندي شرطي ودركي لمحاولة السيطرة على أعمال العنف التي بدأت تؤرق الشارع الفرنسي وبدأت تصدر مصادر غير إيجابية في هذه المرحلة وفي هذه الفترة. إذن نحن أمام تظاهرة عاشرة تنتظرها الفيدراليات العمالية وتنوي أو تريد منها أن تزيد عن أكثر من 3.5 مليون متظاهر كما كانت الوضع حسب تقديراتها في التظاهرة السابقة، لتمارس الكثير من الضغط على الرئيس الفرنسي والحكومة الفرنسية التي يبدو مصممة على إقرار مشروع قانون التقاعد، وفي انتظار الهيئة العليا في فرنسا وبصفة خاصة لإقرار هذا المشروع في نهاية هذا الشهر. فمن وجهة نظرك خالد، يعني كيف ترى هذه الاحتجاجات وتأثيرها على الحكومة الفرنسية؟ الحقيقة نستطيع القول أن هناك نوع من تخفيف الحوار أو تخفيف الحديث عن مشروع قانون التقاعد من قبل الحكومة الفرنسية، التي ردت بإيجابية على تصريحات للوران بورجي وهو رئيس أو الأمين العام لفيدرالية العمل الديمقراطي CFDT، والذي كان قد طالب الحكومة الفرنسية بتجميد مشروع إقرار قانون التقاعد لمدة 6 أشهر والدخول في حديث مع الفيدراليات العمالية لمحاولة لتهدئة الشارع. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث بالأمس مع رؤساء الكتل المتضامنة الحزبية المتضامنة مع الحكومة الفرنسية بقصر الإليزي ومع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن في محاولة لإيجاد الصيغة والحل، ولكن يبدو أن الحكومة الفرنسية مصممة على إقرار قانون التقاعد، حيث أن الرئيس الفرنسي كان قد رحب بدعوة لوران بورجي ولكنه لم يتحدث عن قانون أو إقرار قانون التقاعد أو تأجيله أو تجميده، ولكن تحدث على مواضيع أخرى منها حقوق العمال والعمل وغيرها. ولكن تبدو أن الأجواء اليوم ستفسر عن يمكن تغير ملحوظ إما في اتجاه النقابات العمالية أو إما في اتجاه الحكومة الفرنسية، وسط توقعات على ألا تغير الحكومة الفرنسية من قرارها ألا وهو إقرار قانون التقاعد الذي تنتظره على أحر من الجمر من خلال طبعا اللجنة الدستورية العليا في فرنسا التي من المتوقع أن تصدر قرارها في نهاية هذا الشهر. نعم، ولكن ما مظاهر تأثير هذه الأزمة على المواطنين الفرنسيين؟
حقيقة يعني هناك كثير من الأجواء السلبية، وبصفة خاصة بدأ المواطن الفرنسي يستشعر الحرج عن صورة الصورة التي يتم تصديرها عن فرنسا في الخارج. كان هناك عدة قرارات بتؤثر بصورة كبيرة جدا على السياحة في فرنسا، مثلا عندما نتحدث عن موضوع إغلاق أحد أهم وأشهر المتاحف في فرنسا، متحف اللوفر، وأيضا الحديث عن كثير من المشاكل فيما يخص مثلا المطاعم والفنادق والسياحة في فرنسا التي تأثرت بحركات الإضراب وتأثرت بصورة كبيرة جدا من موضوع هذه الإضرابات. الشارع الفرنسي أيضا يستشعر الخوف والخطر، وبصفة خاصة بعد أن لجأت الحكومة الفرنسية لإقرار مشروع قانون التقاعد ليس عن طريق التصويت ولكن استخدام من مادة 49.3، وهذا يمثل الكثير من الخطر على الحرية. آخر استطلاعات للرأي وصلت إلى أن الرئيس الفرنسي في أدنى مستويات شعبيته، حيث وصل إلى 28% من الفرنسيين فقط هم الذين يؤيدونه. من المعروف أن الرئيس الفرنسي كان قد حصل على نسبة مقاربة وهي الأقل في أيام السترات الصفراء، وكانت 26% رغدة. إذن نحن أمام مشهد كبير جدا، وبصفة خاصة أن هناك إضرابات ليست فقط مجرد تظاهرات واحتكاكات هنا وهناك بعد انتهاء هذه هذه الأحداث، ولكن هناك كثير من الإضرابات في مجال السنسياف وأيضا وسائل المواصلات، السكك الحديدية وسائل المواصلات، وأيضا في الطيران المدني، مما يؤثر بصورة كبيرة جدا على حياة الفرنسيين وانتقالاتهم. نعم، كنت معنا من مارسيليا خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا.